لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نعم الله دولة شريكة وأشهد أن محمدا عبده ورسول. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، يقول الإمام الآجري رحمه الله تعالى: باب شجرة طوبى. باب شجرة طوبى، فطوبى تفسيرها شجرة في الجنة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. طوبى شجرة في الجنة. قال رحمه الله: قد ذكر الله عز وجل ما أعد للمؤمنين من الكرامات في الجنة في غير موضع من كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان مما أكرمهم به أنه قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وحسن مآب يعني حسن مرجع، فالله عز وجل أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وفوق ذلك رضوان الله عليهم سبحانه. وهذا لم يحصلوه إلا بالإيمان والعمل الصالح، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عن شجرة طوبى وما أعد الله عز وجل فيها من كرامات المؤمنين مما يكرمهم به من زيارتهم لربهم عز وجل، كما جاء في الحديث: على النجب من الياقوت. النجب مفردها النجيب، وهو الحيوان الخفيف السريع. قد نفخ فيها الروح فيرون الله عز وجل فيتجلى لهم وينظر إليهم وينظرون إليه سبحانه، ويكلمهم ويكلمونه، ويسلم عليهم ويزيدهم من فضله. وهذا كله سبقت به الأحاديث، وأنا أذكره ليقر الله تعالى به أعين المؤمنين ويسخن به أعين الملحدين. والله ولي التوفيق، أي الذين ألحدوا في أسماء الله وصفاته ومالوا بها عما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، مالوا عن صفات الله. فمنهم من حرفها لفظا، والأكثر حرفوها معنى. فهؤلاء ألحدوا في صفات الله عز وجل، ثم أذكر بسنده عن دراج عن أبي الهيثم، هذا ضعيف وشيخه ضعيف، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: طوبى لمن رآك وآمن بك، صلى الله عليه وسلم. فقال: طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى ثم طوبى
ثم طوبى 3 مرات لمن آمن بي ولم يرني صلى الله عليه وسلم. فقال رجل: يا رسول الله، وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وثياب أهل الجنة من ماذا؟ من حرير، سندس واستبرق. السندس ما رق من الحرير، والاستبرق ما غلظ من الحرير، تخرج من أكمامها. فمعلوم أن الثمر هو الذي يخرج من الأكمام، أكمام الشجر، أكمام شجر الطوبة يخرج منها ملابس أهل الجنة. هذا حديث صحيح لغيره، هذا الحديث صحيح لغيره، هذا السند فيه ضعف، السند فيه ضعف، لكنه صحيح من غير هذا الطريق، وهو صحيح لغيره. طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني صلى الله عليه وسلم. وبسنده عن نافع عن ابن عمر قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم طوبى، فقال: يا أبا بكر، هل بلغك ما طوبى؟ قال: الله عز وجل ورسوله أعلم. قال: طوبى شجرات في الجنة لا يعلم ما طولها إلا الله عز وجل، يسير الراكب تحت غصن من أغصانها 70 خريفا، ورقها الحلل. الحلل هو الثوب من رداء وإزار، يعني ثوب كامل، لما يكون ثوبا كاملا يسمى حلة. يقع عليها طير كأمثال البخت، البخت هي النوق، النوق طويلة الأعناق. قال أبو بكر رضي الله عنه: إن هناك لطيرا ناعما يا رسول الله. قال: أنعم منه من يأكله، وأنت منهم إن شاء الله يا أبا بكر. إن شاء الله هنا الاستثناء للتحقيق والتوكيد، هذا ضعيف. وأبو بكر رضي الله عنه مبشر بالجنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من يدخل الجنة بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله عنه، الصديق. الحديث الذي بعد ذلك على طول هذا حديث موضوع، فيكفينا إن شاء الله ما صح أن طوبى دي شجرة في الجنة مسيرتها 100 سنة، مسيرتها 100 سنة، يعني يسير الراكب في ظلها. تخيل شجرة لها ظل يسير فيه الإنسان 100 سنة، يخرج من أكمامها ثياب أهل الجنة. قال محمد ابن الحسين رحمه الله: هذه الأخبار كلها يصدق بعضها بعضا مع ظاهر القرآن، يبين أن المؤمنين يرون الله عز وجل، فالإيمان بهذا واجب، يعني نؤمن بأن المؤمنين سيرون ربهم عز وجل يوم القيامة وفي الجنة. فمن آمن بما ذكرنا فقد أصاب حظه من الخير إن شاء الله في الدنيا والآخرة، ومن كذب بجميع ما ذكرنا وزعم أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة فقد كفر، ومن كفر بهذا فقد كفر بأمور أخرى.
فقد كفر بأمور كثيرة مما يجب عليه الإيمان به. وسنبين جميع ما يكذب به الجهمي في كتاب غير هذا الكتاب إن شاء الله. المعتزلة من الجهمية، وكذا الماتريدية والأشاعرة من الجهمية، لكنهم أخف، لأن الجهمية هناك جهمية وسط وجهمية غلاء، وهناك جهمية أقل. فإن اعترض بعض من قد استحوذ عليهم الشيطان فهم في غيهم يترددون، ممن يزعم أن الله عز وجل لا يرى في القيامة، أي من المعتزلة، واحتج بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فجحد النظر إلى الله عز وجل بتأويله الخاطئ لهذه الآية. قيل له يا جاهل إن الذي أنزل الله عز وجل عليه القرآن وجعله الحجة على خلقه وأمره بالبيان لما أنزله عليه من وحيه هو أعلم بتأويلها، تأويلها لتفسيرها، تأويل هنا بمعنى التفسير، وهذا ما جاء في السنة في حديث عائشة رضي الله عنها عندما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. يتأول هنا بمعنى يتبع ويمتثل، الحديث هنا بمعنى يتبع ويمتثل. وبمعنى التفسير جاء في حديث ابن عباس اللهم النبي صلى الله عليه وسلم دعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. فقيل له يا جاهل إن الذي أنزل الله عز وجل عليه القرآن وجعله الحجة على خلقه وأمره بالبيان لما أنزل عليه من وحيه هو أعلم بتأويلها منك يا جهمي، هو الذي قال لنا إنكم سترون، قلنا إن السين بمعنى التحقيق، إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر، كما ذكرنا التشبيه، التشبيه هنا رؤية برؤية في الوضوح، في الوضوح والتحقيق وإزالة الشك والريب وبنفي الضرر. فقابلنا عنه ما بشرنا به من كرامة ربنا عز وجل على حسب ما تقدم ذكرنا له من الأخبار الصحاحة عند أهل الحق من العلم. ثم فسر لنا الصحابة رضي الله عنهم بعده ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم من التابعين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فسروها بالنظر إلى وجه الله عز وجل، وكانوا بتفسير القرآن وبتفسير ما احتججت به من قوله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار واللطيف الخبير أعرف منك وأهدى منك سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وكانت الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى، وكذا عند صحابة رضي الله عنهم، واستغنى أهل الحق بهذا أثار مع تواتر الأخبار الصحاح كما ذكرنا الأحاديث في إثبات النظر إلى وجه الله الكريم أحاديث متواترة، والحديث المتواتر وما رواه الجم الغفير عن الجم الغفير من أوله إلى منتهى، ومستندهم في الرواية الحس، يعني يقول سمعت
هذا هو الحديث المتواتر، وهذا حجة. فهذا قطعي الثبوت. يعني مثلا 40 واحد يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، أو 30 صحابي رووا هذا وعن مثله مع اختلافهم وتفرقهم في البلدان، هذا يستحيل معه تواطؤهم على الكذب، يستحيل. مع تواتر الأخبار الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى وجه الله عز وجل، وقبلها أهل العلم أحسن قبول، وكانوا بتأويل الآية التي عارضت بها أهل الحق أعلم منك يا جهمي. فإن قال قائل فما تأويل قوله عز وجل لا تدرك الأبصار؟ قيل له معناها عند أهل العلم لا تحيط به الأبصار. لا تدرك الأبصار يعني لا تحيط به الأبصار سبحانه، ولا تحويه عز وجل، وهم يرونه من غير إدراك، من غير إحاطة، ولا يشكون في رؤيته، كما يقول الرجل رأيت السماء وهو صادق، ولم يحط بصره بكل السماء ولم يدركها، وكما يقول الرجل رأيت البحر وهو صادق ولم يدرك بصره كل البحر ولم يحط ببصره. هكذا فسره العلماء إن كنت تعقل. إذن قوله تعالى لا تدرك الأبصار يعني لا تحيط به سبحانه وتعالى، لا تحيط به الأبصار. وبسندي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل، فقال رجل عند ذلك أليس قال الله عز وجل لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فقال له عكرمة أليس ترى السماء؟ قال بلى. قال أو كلها تراها؟ هذا ضعيف. فالصحيح في تفسير الآية ولقد رآه نزلة أخرى أنه رأى جبريل، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل، فإن الضمير يعود على واحد، الضمير في الآيات يعود على جبريل عليه السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في صورته التي خلقه الله عليها مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء، وهي قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى. وبسنده عن أبي داود السجستاني الإمام صاحب السنن قال سمعت أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله، وقيل له في رجل حدث بحديث عن رجل عن أبي العطوف يعني أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة، فقال لعن الله من حدث بهذا الحديث، ثم قال أخذ الله هذا. هذا صحيح عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذا ما يجب أن نعتقده يا عباد الله، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذلك. باب الإيمان بأن الله عز وجل يضحك سبحانه وتعالى. قال محمد بن الحسين رحمه الله اعلموا وفقنا الله إياكم للرشاد من القول والعمل، أن أهل الحق هم أهل السنة والجماعة نقاوة المسلمين، أهل السنة والجماعة نقاوة المسلمين، مع اعتقادهم في صفات ربنا عز وجل، يقول يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه عز وجل وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به الصحابة رضي الله عنهم،
وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع، ولا يقال فيه كيف، بل التسليم له والإيمان به أن الله عز وجل يضحك. كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابته رضي الله عنهم، ولا ينكر هذا إلا من لا يحمد حاله عند أهل الحق. فيضاف إلى ذلك أن أهل السنة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه سبحانه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ينفون ما ارتدعه المبتدع فيقولون بلا تمثيل، لأن هناك من مثل الخالق بالمخلوق، هناك من مثل الخالق بالمخلوق فقالوا بلا تمثيل، لأن الله قال ليس كمثله شيء، بلا تمثيل ولا تعطيل. ولا تعطيل يعني نفي الصفات، كالجهمية نفوا صفات رب العالمين سبحانه كأنهم يعبدون عدما. وبلا تحريف، كالجهمية أيضا من الأشاعرة والمترودية وغيرهم، حرفوا صفات الله عز وجل، فقالوا في قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة، قالوا ينزل ملك، ومنهم من قال ينزل أمره. وهل الملك والأمر يقول من يدعوني فأجيبه؟ وقالوا في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، قالوا اليد القدرة واليد النعمة، وليس هناك تثنية للقدرة ولا للنعمة. يعني قل بل نعمتان مبسوطتان، بل قدرتان مبسوطتان، هذا كله تحريف، تحريف معنى. وبلا تكييف، الكيف مجهول، ونقطع الطمع عن إدراك الكنه، يعني كيف يضحك بلا كيف، الكيف مجهول، فلا بد من نفي هذا، لأن هذا هناك من قال به من أهل البدع والانحراف من الفرق النارية. فنصف الله عز وجل بما وصفه به، بما وصف به نفسه، بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف، سبحانه وتعالى عز وجل. فيقول ولا يقال فيه كيف، فهمكم الله، لأن السلف قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، وليس هذا معناه أننا لا نثبت ما تفهمه العرب من الصفة، بل ما تفهمه العرب من الصفة نثبته مع اعتقاد التنزيه وقطع الطمع عن إدراك الكيف. مثلا قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، استوى في لغة العرب بمعنى على وارتفع، إذن فهو سبحانه وتعالى على وارتفع فوق عرش علوا يليق بكمال وجلاله، استواء يليق بكمال وجلاله، ليس كاستواء البشر. كما أنه سبحانه وتعالى أثبت لنفسه سمعا وبصرا،
ليس كسمع ولا بصر ولا بصر البشر. وهناك صفات أفعال أثبتها الله لنفسه، أثبت له رسول صلى الله عليه وسلم كصفة الضحك، فهذه نثبتها لله عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله بلا تمثيل. فضحكه عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله وبلا تحريف وبلا تعطيل وبلا كيف. وهناك صفات خبرية، هذه الصفات علمناها عن طريق الخبر، كوجه الله سبحانه وتعالى، كإثبات اليدين لله سبحانه، وكذا جاء في الحديث إثبات الأصابع لله تعالى وإثبات الساق لله تعالى، كل هذا نثبت لله بلا تمثيل وبلا تعطيل وبلا تحريف وبلا تكييف. وهكذا، ولا شك أن العبد عندما يعلم ربه عز وجل بصفاته الحسنى فإنه يحب ربه عز وجل. ولذلك من الكلام العظيم للإمام ابن القيم رحمه الله يحتاج للتدبر، يقول: لسنا نشبه ربنا بصفاتنا. إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، يعني لا نعطله. إن المعطل عابد البهتان، يعني كأنه يعبد عدما. الكمال أن الله عز وجل ليس بهذا، له ذات سبحانه وتعالى متصفة بكل كمال وجلال، وله صفات أيضا متصفة بكل كمال وجلال. لذلك العبد يراقب ربه لأن الله يسمعه، فأنت عندك يقين أن الله له سمع يسمعك به، وله بصر يبصرك به، فعندئذ تراقب ربك عز وجل في قولك وفي نظرك. وعندما تعلم أن ربك سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، وأنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وهكذا. فسبحان الله، تعلم أن لك ربا عظيما سبحانه وتعالى متصفا بالجلال والإكرام، فعندئذ تحب له صفات كصفة الود، أنه سبحانه وتعالى يتودد لعباده بالنعم ليحبوه، وأنه يحب عباده المؤمنين، وأنه عز وجل كريم جواد غفور رحيم سبحانه وتعالى تحبه عز وجل. وعندما تعلم أن ربك عز وجل شديد العقاب، وأنه جبار، وأنه متكبر سبحانه وتعالى، وأنه شديد الأخذ، فإنك تخاف سبحانه وتعالى عز وجل. وهذا هو الأثر العظيم للإيمان بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. فمن صفات الله عز وجل صفة الضحك لله عز وجل سبحانه. وأما الكيف مجهول، هذه قالها الإمام مالك رحمه الله. قال له رجل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم في لغة العرب. الاستواء في لغة العرب بمعنى على وارتفع وقصد، هذا المعنى نثبته. الاستواء معلوم والكيف مجهول،
كيف استوى مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يعني لم يسأل أحد من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، إنما هو سؤال مبتدع محدث، لذلك بلا كيف. وقال السلف في آيات الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف، وهذا إجماع، هذا إجماع أهل السنة. فيقول: وسنذكر منه ما حضرنا ذكره، والله الموفق للصواب، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيذكر بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله عز وجل على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد، إذن كلاهما إيه؟ دخل الجنة. فيضحك الله عز وجل إليهما. وهذا حديث متفق عليه، وكذا الروايات والطرق التي ذكرها بعد هذا. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثلاثة يضحك الله تبارك وتعالى إليهم: الرجل إذا قام في الليل يصلي، والقوم إذا صفوا في الصلاة، والقوم إذا صفوا للعدو. هذا ضعيف. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يضحك الله عز وجل إلى رجلين، رجل قام في جوف الليل وأهله نيام، قام وساب زوجته وقام اتوضى وصلى يصلي بالليل، رجل قام في جوف الليل وأهله نيام فتطهر ثم قام يصلي، فيضحك الله عز وجل إليه. ورجل لقي العدو فانهزم أصحابه فروا، وثبت حتى رزقه الله الشهادة. هناك حديث آخر، وهذا الحديث حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا عز وجل من رجلين، رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه، يعني له زوجة ويحبها، وله فراش وثير وغطاء، من بين أهله وحبه إلى صلاته، فيقول ربنا: أيا ملائكتي انظروا إلى عبدي ثار من فراشي ووطائه ومن بين حبه وأهله إلى صلاته، رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. ورجل غزا في سبيل الله عز وجل فانهزم، فعلم ما عليه من الفرار وما له من الرجوع وما له في الرجوع، فرجع حتى أهريق دمه، رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. فيقول الله عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي ورهبة مما عندي حتى أهريق دمه.
هذا رواه أحمد وحسنه الألباني رحمه الله. وهناك رواية لهذا الحديث ثلاثة. حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم: الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه، فيقول: انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه. هذا الأول. والذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن، فيقوم من الليل فيقول: يذر شهوته فيذكرني ولو شاء رقد. والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا، فقام من السحر في سراء وضراء. وهذا أيضا حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صحيح الترغيب والترهيب، وكذا في الصحيح. الثالث: رجل في سفر ومعه ركب، معه رفقة، سهروا فتعبوا فهجعوا ناموا، أما هو قام يصلي، أما هو قام يصلي، فقام من السحر يعني يصلي في سراء وضراء، يعني هذه عادته، في السراء يقوم من الليل في السحر يصلي، في ضراء كسفر ونحوه يقوم من الليل يصلي، هذه صفته. فهذا الذي له هذا الجزاء العظيم الذي ذكره صلى الله عليه وسلم. فانظر لهذا الحديث: يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. لذلك ابن رجب رحمه الله عندما تكلم عن فضائل التهجد، تهجد هو قيام الليل بعد نومه، قال: إن الله تعالى يحب أهله، يعني أهل الليل، إن الله يحب أهله، ويباهي بهم الملائكة ويستجيب دعاءهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. وعن أبي رزين العقيلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا عز وجل، ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غياره. قال: قلت يا رسول الله، أو يضحك الرب عز وجل؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. سبحانه. وهذا حديث حسن لغيره، ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده، يعني عندما تصل النفوس إلى اليأس، عندما تصل النفوس إلى اليأس في الكرب الشديد، تصل النفوس إلى اليأس من نفوسهم ومما حولهم من أسباب وقرب غيره، يعني اقترب غيره سبحانه وتعالى، يعني يغير الحال. فعندما تصل النفوس حتى إذا استيأس الرسل، فعندما تصل النفوس لهذه الدرجة يأتي الله بالفرج،
فيضحك الله عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره أنه سيغير هذا الحال. فعندما يصل العبد إلى هذه الدرجة أنك تيأس من أي أحد، لا تلتفت بقلبك إلى غير الله عندما ينزل بك ضر، يأتيك الفرج، يأتي الغير، فيلجأ العبد إلى ربه عندما يمسه الضر. انظر إلى الصحابي رضي الله عنه، وانظر إلى تعامل الصحابة رضي الله عنه مع أحاديث الصفات. فقال يا رسول الله أو يضحك الرب عز وجل؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. ماذا يقول الصحابي رضي الله عنه؟ لن نعدم من رب يضحك خيرا سبحانه وتعالى. إذن آمن بالصفة، لم يقل كيف، ولم يقل مثل، ولم يحرف الصفة، إنما قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. نعم، ربنا عز وجل رؤوف رحيم كريم سبحانه وتعالى، لن نعدم من هذا وصفه خيرا سبحانه وتعالى. وكذا الذي بعده، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتجلى لنا ربنا عز وجل ضاحكا يوم القيامة سبحانه وتعالى. هذا صحيح. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجلى لنا الرب عز وجل ضاحكا فيقول أبشروا معاشر المسلمين فإنه ليس منكم أحد إلا قد جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا. فكاكو، الله يعطي اليهودي للمؤمن يقول هذا فكاكك من النار. وكذا النصراني صحيح، أي إمت على ذلك، هذا صحيح لغيرك. وعن علي بن ربيعة الوالبي قال كنت ردف علي بن أبي طالب رضي الله عنه في جبانة الكوفة. الردف هو الذي يركب خلف راكب على دابة. فقال لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا أنت، اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم نظر إلي فضحك. فقلت يا أمير المؤمنين، استغفارك ربك والتفاتك إلي تضحك. بتعجب، بيستغفر ربنا وبيلتفت إلي يضحك. قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب الحرة. الحرة هذه حجارة سود في مدخل المدينة من ناحية مكة. ثم قال لا إله إلا أنت سبحانك اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم نظر إلى السماء ثم التفت إلي فضحك. فقلت يا رسول الله، استغفارك ربك والتفاتك إلي تضحك. قال ضحكت لضحك ربي عز وجل، يعجب لعبده يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل. صحيح لغيره، يعني الله يضحك سبحانه أنه أن العبد يعلم أن له ربا يغفر الذنوب. وهذا حديث صحيح لغيره. هذا الدعاء نحفظه، لا إله إلا أنت سبحانك اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا يضحك الرب سبحانه وتعالى. وكذا الذي بعده صحيح، وعن علي بن ربيع قال كنت ردف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال حين ركب
الله أكبر الله أكبر دعاء ركوب الدابة، والحمد لله والحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني وما كنا له مطيقين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي راجعون. لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال ثم استضحك فقلت ما يضحكك؟ قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل مثل ما فعلت. فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال يعجب ربنا عز وجل من العبد إذا قال لا إله إلا أنت سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا حديث صحيح. وكذا الذي بعده. طيب نتركه إن شاء الله حتى لا نطيل للدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إياكم ما قلنا وسمعنا. قل هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.